تعمل لو خشنا عن وخزي عن نحبي وأكيد من آخر تأمخن بقوتا ما تخرج لشلامة إتيو أرها داخل قوتا ما كاولا نمخدين بتروشا با قد خط قهوة إتيو قد خط قهوة بتشار تخلى من ماثن عززتا أراذن بمرختا كل يالد عمديا نمشي حايا دي لمن دث ماثن عززتا شيروخنها وبريخا شيرد سلطان مادوخت أكيد قمة تدورخ باتصال بالأرخديا كمان دمرن بشينا بقاوخ أستاذ عدنان يا هلا بشينا سترانيا ان شاء الله وخا يوم بريخه وبسيمة خيل مريم بني ماثا الميرو قوي ان شاء الله بويا كل علمة وصحة وسلامة وقاوي صيخة ان شاء الله خلصوخ ماي خيل مريم ماي عقال قاوي اخي اكيد استاذ انا وايد ذهبت شغل اتصال من ديترويت من الدكتور يونان نونا دي لرئيس جمعية اراذن بقوة ميشيغان بس اتي باي بناسبة خا دعوة الصلاة وشفاء نعم. انه يدعو كادر راديو كلداني سان دييغو ابناء شعبنا المسيحي في كافة انحاء العالم الصلاة والتضرع من سيدنا يسوع المسيح وامه مريم العذراء الشفاء العاجل لسيادة المطران سعد شيروب حنا الزائر الرسولي لكلدان اوروبا الذي ظهرت عليه اعراض الاصابة بفيروس كورونا ودخل المستشفى في ستوكهولم السويد حيث يقيم وبعد إجراء التحاليل تأكدت إصابته بالفيروس وهو حاليا في الحجر الصحي الصحة والسلامة لسيادة المطران سعد شيروب حنا والشفاء العاجل لكل المرضى الراقدين في كافة مستشفيات العالم أكيد طلبخت مطران ديا مريا لهاد مشافيل وتخالص من ذات كرهانة هر هادخ كل أنديلة أكيد كل أث كرهانة وكل كرهانة ديثن الأرى مريا لهم خالصا مني أكيد إن شاء الله وأخني دا يمكن دكتور يونان نعم. حاضر المنن فضلي استثانية ألو نعم ألو شلامة دكتور يا بشينا طواثة بالسيمة غابة شكرا شيروخنها وبريخة كله مشي حاي مدن خا بس مجانوخ أنا وأستاذ عدنان أبو راني بتاوخ أمه جو أصدقاء كريا دمحكتن نعم. كبيرة المندان ندي لتامجو ميشيغان وبش كبيرة أو ببريشوثة جمعية أراذن الخيرية دي لبكو ديترويت ميشيغان تفضل أستاذ صباح الخير دكتور إن شاء الله قاضو خواقد حلوية ويدوخ إنه ما يتوخن قاود ميشيغان جمعية توخن جمعية أراذن الخيرية وإن شاء الله باويخ خبران حلوية عمديا يتديذي إنه ميتون بوضع قاود ديترويت فضل نعم دكتور بدش أنت العفو بدش أنت إن ما حكيت أن إيمان مؤسس لأث جمعية وأكيدك مع أعضاء إيبا وميلو بالخانة ديوخن نعم قميتا شكرنا أخو رابا الأمة دي تيتو وادلة تيتو بياشا إصارة على المدينة كلها مغذرة أني لبقالة أني لبخزوة بكل من دي هاوتا بسيمة رابا والشهر أخون ودعنا أخون أكيد أخني جمعية دي كل جمعية بطلاب كل ناشط أثرا كل أثرواتها تي لطليطة قالك هذا أخني إي وردها بيرة وريضة دي إلى تاما كوريضة قيصخلة أخني أكيد بيوشخ أنا أدخل إلى تخملتي جمعية ديا وكل مثواثة ديا بسبب حروب بريلة وشراثة ومن دي كلا بربزوالا لكن إذا ناثة حكمة علمة تهريبة تقيبة قيمي بقى عمل خيري تعدرانا أنه الدوخي داناهين والدوخي دانا دياهين خاصة بونا أطرواثة دي العسقة وخيوثة زهمة جمعية ديا بسبعة وتسعين 97 بأيلول جميلة حكمة ناشي أخ حكمة من ناهين مع الأسف مشونا لخايا بديناي فأخني أجد مشوريلا بسبعة وتسعين 97 بأيلول بسبتمبر 17 كبخوة أراديا لأنه زالوا وأبراديا أكيد سبكتوا ماثا فأين النخرايا اللي ديوا لأن مساحة دي غبطة طويدلا جمعية وخكمة ناشد تام أول من دي أخني إثوناشد كبت أسبيوة من بغداد لأن فترة حصار واوا امبارغو العراق وحياة زحمة يتبو خكمة باتي تاما بس فيلا خكمة شواون وخطي مرخلة قرذاهي خنواثن أكراد تيوالا بماتن فأخني جمعية ديا صيرن بالدانة ديا وودلن اتصال قيادة أكراد تيوالخها بواشنطن ف
فبخلال 72 ساعة شوي تريسة أتقن طلطيلة أن عشب تاما وقملا أخني أول ما تمشوريلا سنادة أن ناشديا حياة صعبة وراء يوخوا على مساعدات مالية أبدانا دية كلش قيمة يعني من 97 98 هل 2005 انقطخ لها لأنه ليه بريت تاي مستمرين. فأول ما تمشوريلا ويدلن جودة بذكورة دي بابوات مساواثن وتليخة مندي بذكورة ومشوريلن بإيتاثن ومحسي أي وإيقا مطران حنا قلو راي أبرشية العمادية فقم دو دخلة إيتاثة دي مرت نشموني ولبا ديشو وإيتن طبعا أي مزار تيلي بشمة سلطان مهدوخت كل قم دو دخلة شوري وسياجات قم حفظنا لله وكل شيء أهم من دي أنا مخكم شطرنا أخونا رسالة أنه التواصل لازم هاوي ناشا آزل وآثي وهاوي لناشا تاما ثلاث منطيلة تتهاوي اتصال هم ماشا ودلن علاقات ممتازة من حكومة الإقليم من أربع محافظين لحد الآن في الأستاذ فرهاد الأتروشي وياوي تواصل بالخنوات أنتي لتاما أنتي لآني دويق الآراء أنا خشون هم ماشا أهم صنوف الحياة خاصة الجيش إلى المشات دوقي أرى أخني كلا إيوخ سندانه فأنا شك مد إيبن وليجو برخلة طبعا كمد إيبن تهاوي تاما بيشة مندي نطريلة أرى دين أكيد كل شكر وكريدت مختمر أخني كل إطلالهني لآني تيلا تاما تيلا فمشاريع دين كبيرة بس أهم شيء هو زرع الإنسان ناشا دين قم أصرخ لتاما طبعا هالبده بنا ظروف بطرة 2014 ومشاكل الإرهاب بش له هجرة مع الأسف أو مرض النزيف المستمر يعني بصعوبة يبن مكلخلة بس احنا كمتها ويبا وكمتها ويبا كلها ناجديا ثلاثة فاوت يعني أرضناية كلها أكيد والقشناية وزاخناية كلها كبيلة مثواثين وكلها كبي مساعدي العفو دكتور مشرين 14 أو أخوة لا حاليا إيوخ 10 أخوة العفو دكتور ما قد تخن عمديا ناشد أرادن قاود قاود عيش إلي قاود أرادن قاود ماذا نعم أنا ب 2008 و 2009 بشوى لحوالي أمه وإصراباته يعني خلنا نسبة عالية بمساعدة الحكومة المنطقة أستاذ سركي أغجان بنيوة لباته وجماعة دين بطد 2007 من دي تبريل ببغداد والطائفية سقوالة ما بيشوى لحوالي أمه وإصراء عوائل حاليا الموجودين تقريبا 50 عائلة لفقط بس ب 2014 قد بريلا عيد داعش وهجرة خنواثا من دشتة نينوى خاصة من الكيبة من حمدانية من كرمليس من دندوكانة بطنايا من لسقفتي ولا جيبن فوق ال 300 عائلة بشوال زخم هائل بس أنا بعدين خاكمة رجع له وخاكمة خش للدهك وخاكمة خش للأربيل وخاكمة مهجيرة حاليا إتلند حوالي 50 عائلة نعم, نعم. العفو دكتور بالنسبة للنشاطات الجمعية بكو ديترويت ميل النشاطات دك مقروض إني له من مناسبات شير خشيرة دهد سلطان مادوخ طبعا كذا كتشاتا كلا أخني وخ ملزمين محتفلخ بن دغد كمري تخرون دان سهدديا ديخ محتفلتو أختو وبالنسبة للنشاطات الجمعية بلي أول ما تمشيرين القمثة طبعا إثوى يعني تكاتف كبيرة من ناشي وشغلة عاطفية لو أراذا فكيو دخوة سفرات قيطة سفرات طبعا أخا جو تمشيقن خاصة متقلبي له يا أخا محظوظين بداناثة وداناثة لا لين مطرة مني فأخني يقرى دين ثقل دين إلى ناشي دين أخك يا ودخهم جمع أخوك اشتراكات طبعا خمندي قليلي لكل عائلة $10 فنسبة المشتركين بالبداية تقريبا ما تخطط 22% من الناس يريدوا مشاركة حاليا كلش قليلي لا أسباب كثيرة ناشي بشلة مشغولين خك مناشي بشلة رخقة جماعة ديهن مع الأسف وقتلة تأمك يولو وقتلة تأملك يولو لكن أخني نشاطات دين سفرات قلت لأن حاليا كذا تناشي بشلة تقريبا سوشيال لايف بشلة قليلة خلال أن أربع سنين خمسة
بيش لجروبات كتخة خمسة اشتبات خوران ان شواتك او دي سفرة قبلطي البارك من دي فسفرات تقريبا قملا غخلة ان ديين الى شير السلطان مادوخت ودخرانة دي طبعا دخرانة الى 12 كانون ثاني بيش لسهدة سهدة بيش لنخير تعالي وترخوا نواثة فإلى 12 جانيوري 12 وكل شاتة وبس لأنه ظروف منطقة إيجا قرطة وتلقى ومن دي قماثا فكم يوذي وبس ناشد ماثا قلي وتخراثة ومن دي عنك يوذي ولخمة هرقو إيتك يوذي والد دخرانة بس شيرة مالتلت محتفلق بوية مناسبة استشهاد يوذي والي بقيطة قبل خاص 70-80 سنة أمري قيطة خمانة همينة فقم أوديلة مقررة تاوي نفس اليوم تناطر زرعي 15-5 من كل شاتة فاخني يوذخ دخرانة بشغلت خاء يرخد خاء ويوذخ لي بيرخد خمسة شيرة بس ده أي مناسبة دوا كورونا لقم أوذخ لي لأنه تيل عزل أكيد نعم العفو دكتور إيبن أمره أنه جمعية توخن جمعية أرادن اتخذ مساهمة أنه عمديا لدبياش قاود أرادن كود تعاون مني مساعديتنا قضايا محتاجة لأيتا تاما لأنه أي أيتا معتبر خسارة حضاري لازم اهتمام بايشوي ذا قاوي تدبر اندثار قاوي فأتوخن نعم. هذا مني كود تنه دعم ماديا نعم أنا اجتيازن تامة طبعا أنا تقريبا هر يازن كل شاتة إثو دماتة يازمو تلقى عيب شاتة بس ده يازن دقى عيب شاتة وإثو خكمة خنواتا هم يازي وأمي لو أنت يازي تيلا هم خارج الجمعية هم زالة يباعي لأفراين يباعي لناج دياهن يباعي لتخرون دياهن نعم. تيلا أكيد بشرابة مني وهي بالسيمة رابة كنت يازل ويو المخدمة ويو المساعدة أخني أكيد مبرخخ لي فأنا قلت يا زنوة يظن التقاء من دا حاليا يا سيادة مطران ربان القس أنا أمرنا لازم خصة إيصورة تأتى مع الأسف إلى زبون بناشة يعني التواصل خاصة منطقة ديا لك يذن قيلة لأنه قرية وبقية القرى تيلا تامة طبعا صبنا كلها كبيرة المثواثة تواصل الرجال الدين يعني كافي كيوذي مثلا خدمة رازة مندي خبينة لتلن رازة أني لتلن قاشة قماثة بس يتلن قمنطقة أبونا يتلن أبونا يوشية صنع أور أرضنا إلى أكيد بس ولا قمانقيش فكافي يوم الأحد كيوذي رازة مندي خازي خاك مناشة مندي كازي ماكو تواصل فأنا أهم شي دعم أنه إن لهوي إيصورة قمثة ديا أخني إيتا وبكهنة بيش بيولن خمثة أنه ثلاث بيشخ ثلاث تاويلن ختشجيع من تامة وأيضا لتقليل الهجرة فأخني دا مساعدة دينا قلت يازخ ولا يزال طبعا مستمرة لا بني أول مرة ب 2008 بني وان المتوسطة طبعا موافقة الحكومة أنا طلبنا من ناهن متوسطة باللغة العربية في أرادن لأول مرة في إقليم كردستان متوسطة تدرس عربي كاملة فطلاب إثنا من خارج أرادن كآثي أو أندية تيازي من الغير مدارس مثلا إعدادية أو تيازي مدارس سورة قسرسين نقل الطلاب أخنية وأخوالة أخنية وأخلة مصاريف نقل الطلاب روحة وجهية قرطاسية دياهن إدارة مدرسة أرادن إتلن شكر كتب شكر كبيرة من ناهن إنه أخني دعم أخلة كبيرة وناشد ماتا المرضى المحتاجين أنتي لا بدون راتب كي وخلة حسب النديين كنت فترة كي وخلة مساعدات ودها همنا إيثو خاكمة جماعة ديا هي ولا ذا مساعدة هاي بالسيمة رابة هي ولا مساعدة عينية لتامة لناشد ماتا كمبلغ جيد بس ما يكفي يعني ظروف المنطقة صعبة لا وأخني أخا أمتي إمكانيات ديا ليلة إمكانيات دولة ما نقدر يعني اللي بنتيش بشوبة حكومة إقليم أكيد وظروف صعبة لا بس أخني كمت إيبن وكمت إيبن ناجيين لا بس أخني كل مثواثة ديا وطلبا من كت إيبة لأن أنا قلت يازن طبعا ألقش أنا يمكن بشين خزيلة من ناخذ قلت يازن تامة يازن مثواثة
يا ريت ناش الدن مثواتا لازم آزي خازيلة، لأنه مختمري بالعربي البعيد عن العين بعيد عن القلب. إلا خازب إيني ناشا أو بين بيدي برايش ما قدر إلى عذاب دياهن وحياة صعبة. على خير إن شاء الله دكتور. أخني أي برنامج ديان وديوم سلط لنظوت الماسد أرادن وقمجوخ دعوة من راديو كلداني قاو سان دياغو تكل عمدين اللي قاود مثواثة كله المثواثة ديان وناشد برايد ناشد قاود مهجر كزال العراق زال زيريلا آي ماثا وآي إيتا قدشتا اللي تعتبر من عجائب انه صرح حضاري له فخازيلا اي ايتا وعرف ايد ناشد تام الي وان شاء الله اي دعوة بويا طلي وانه زال زيريلا اي ايتا اكيد. اتن شهر دكتور ببرصو بخم يقرا دشنتا وكل عمدية نمشي حايا دي لمن ما ثن عززت أراذن إني لي بخايا تامو إني لي بخايا بقو مذينات دعلمة بقاخر تبد أمرخ شيروخنها وبريخة ومبائخ دمحك خنا الأثبو الخانة دي يوخن تطلطو إسري يوخن تطلطو إسري شنة من شاعة تتقلبو تشام وشوتش إي كبيرة بدها ويثن من دان دمحك خبقوي بس عدانا نكريثيلا دكتور بالمستقبل بدها ويلن غذا كليثة برشتة أمخ دمحك خبش كبيرة الشولان دي يوخن فدها بختامة بمرنطالوخ بس مجيانوخ وكشكروخ كبيرة دولوخ من عدان وخطالا بسي من رابا أمختو أكيد أن لاوتو أختو دودو اتصال أخني لي بمنطق قالا أهلا مدم لاخون وداوغ بيداخون وإن شاء الله شو لاخون أما شال قامة بسي من رابا إن شاء الله دكتور أخني بأخني بخدمة كل سراي عمدية نيوخ صح شبه راديو كلداني ولكن أنا راديو تعمى سراي كل ليلة فمرحبك قاود اي شخصية من اي ماثة من اي ملتة او ضيف ديا ومغزوك تعلم انه اخني متواصلين من كل عم ديا هذا خيرا يا بشينا واخلي شكرك كبيرة اكيد اهلا وسهلا وشبشينا